فايل شير. طيب وما ينفعش يكون ده. طيب فانا محتاج الكونفيجريشنز دي كلها محتاج اكتبها. طب كويس خالص، هنعمل لها نكتبها في حاجة كده، مثلا ان احنا هنعمل توبولوجي توبولوجي داتا فايل. توبولوجي داتا فايل، معانا التوبولوجي مكتوبة في ملف، كويس خالص، عايزين نشيلها، عايزين نخزنها في مكان. ليه؟ عشان المكان ده يبقى اكسيسابل للناس كلها، عشان لما اجي انزل ده لينك 1 او اف اي 1، عشان محتاج انزل فرونت اند 2، وبعدين ربنا كرمني والشركه كبرت فمحتاج انزل فرونت اند 3. انا محتاج اجيب بقى كل الكونفيجريشنز اللي انا كاتبها دي وابدا اعرفها عند باقي الناس، صح ولا لا؟ صح طبعا. طيب كويس خالص، فقال لي اللينك محتاج يكتب كل الكونفيجريشنز بتاعته برضو زي اكستشينج. يعني هو اكستشينج احسن من اللينك؟ لا طبعا. خلاص، فمحتاج اكتب كل الكونفيجريشنز دي في مكان، كتبناها في داتا فايل. الفايل ده عايزين نعمل له بابليش في مكان، عايزين نشيله في حته. كويس خالص، هيتشال فين؟ قال لي هنا نقطه الاختلاف. بالمناسبه سنترال مانجمنت هنزود عليها كلمة في اللينك، ستور، سنترال مانجمنت ستور. لو سمحت الكلام ده ياريت 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 تكون عارفه، يعني ألف ب لينك. لو سمحت الكلام ده هو الكور بتاع اللينك. بعدين تدخل ازاي تينيبل يوزر تديسيبل يوزر معرفش تديليت تعمل لي اي حاجة، اوكي كل ده سهل ولكن ده اهم. طيب سنترال مانجمنت ستور، شوف الكلمه مكان سنترال، هنعمل بيه المكان السنترال ده؟ مانجمنت، يعني الحاجه بتاعت المانجمنت هنعمل لها ايه؟ هنعمل لها ستورنج. فين؟ في مكان. المكان ده فين؟ هقول لك دلوقتي حضرتك. السنترال مانجمنت ستور دي انت محتاج تعمل لها بابليش، محتاج اعمل لها بابليش. يعني ايه بابليش؟ بابليش تو بي يعني اكسسبل. خلاص، طيب هتقول لي هو اللينك ينفع يكتبها او يروح يعملها في الداتابيز بتاعه الاكتيف دايركتوري اللي هي اسمها ntds.dit اللي هي مساحتها 18 ميجا بايت؟ هقول لك ما ينفعش. ليه يا عم؟ اكستشينج كان بيكتب عندنا وكنا حبايب وكويسين مع بعض. هقول لك اوكي، بس لينك ما ينفعش. ليه؟ ليه؟ ليه ما ينفعش؟ لاسباب كتير جدا، منها ان اللينك بيكتب كميه ترانزاكشنز في الداتابيز تكاد تكون رهيبه، ما حضرتك ما تتخيلهاش. خلاص؟ فقال لي والله الاستاذ لينك هيحتاج، معلش هنتقل عليك في الموضوع ده، انا محتاج داتابيز مخصوص. يا عم انت طلباتك كترت كده. قال لك ما تقلقش، ما انا ممكن اشتغل معاك على سيكوال. طب انو سيكوال؟ قال لي ممكن اشتغل معاك على اكسبريس اديشن او على الفول اديشن. مين يشتغل على الاكسبريس ومين يشتغل على الفول؟ اكيد الستاندرد اديشن يشتغل على الاكسبريس، والفول اديشن اللي هو الانتربرايز اديشن سوري هو اللي بيشتغل على الفول. خلاص، هوقف اشرب بس شوية موسي. كويس جدا، ياريت 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 نكون لغاية دلوقتي الدنيا كلير معانا. طيب الداتابيز اللي انا محتاجها عشان احط فيها الكلام بتاع اللينك سيرفر، اللي هي الداتابيز بتاعت الكونفيجريشن اللي هي السي ام اس، هنبدأ بعد كده نقول سي ام اس، سنترال مانجمنت ستور. الكلام ده محتاج تكتبه في داتابيز. الداتابيز اتفقنا تكون على سيكوال. لو هو ستاندرد اديشن هو هينستول اس كيو ال هنا ويبدا ينزل عليه الداتابيز ويبدا يكتب فيه الكونفيجريشنز.
configuration بتاعه. خلاص. طب لو هو enterprise هيحط الداتابيز دي بدل ما هي كانت local هنا RTC هنحطها على database بس فين؟ على ال SQL server. طب كويس خالص. طب احنا جبنا سيرفر تاني، السيرفر التاني ده عايزين ننزله مع لينك الاولاني، فعايزينهم يقروا بعض، فهنعمل ايه؟ محتاج الاثنين. لو انت خدت بالك لما نرجع هنا احنا كان التو سيرفرز بيبصوا على مكان واحد، خلاص التو سيرفرز بيبصوا على مكان واحد. يعني لو انا جبت سيرفر تالت هنا فهو هيروح على المكان اللي هي published في الداتابيز ويبدأ يسأله على الانفو ويبدأ ينزل معه. طب هنا السيرفر التاني ده يروح يسأل مين؟ يسأل اللينك نفسه ولا يسأل السيكوال يقوله اديني شوية داتابيز او اديني نسخة من الداتابيز، ولا يسأل الدايركتوري، ولا يسأل فايل سيرفر؟ هقول لحضرتك الاجابة. الاجابة ان هو بيكتب في الكونفيجريشن بارتيشن زي اكستشينج بالظبط، بيكتب في الكونفيجريشن بارتيشن زي اكستشينج بالظبط، بس بيكتب ايه؟ بيكتب بوينتر. يعني ايه بوينتر؟ بيكتب حاجة صغيرة جدا، ريكورد واحد بس، انه بيكتب ايه؟ بيكتب انه السي ام اس فين، وروح مديله الراجل بتاع الاس كيو ال، سواء كان السيكوال سيرفر ده او كان السيكوال اكسبريس ده. ها وصلت؟ تاني، يبقى هو بيكتب في الداتابيز عند الكونفيجريشن بارتيشن بالتحديد بيكتب ايه؟ بيكتب ريكورد. في ايه الريكورد ده؟ في بيقول انه السنترال مانجمنت ستور بتاعه اللينك سيرفر موجوده عند ويشاور على واحد. الواحد ده لو انا انتربرايز اديشن يبقى بيشاور هنا، لو انا ستاندرد اديشن بيشاور هنا. خلاص. وبعدين الراجل ده لما يجي ينستول لينك يعمل ايه؟ يروح يجيب الحاجات من عند الراجل ده ويبدا يكمل عليها او يشتغل معاها ويبدا، او لو هنا يجيب نفس الحكايه. وصلت الفكره؟ ها وصلت الفكره. يعني انا لو عايز انزل مثلا اركايفنج سيرفر ارك او مون سيرفر مونيتورنج، يعني هعمل ايه؟ هانستول البريكويزيتس عادي جدا وابدا انستول اللينك سيرفر هنا، هيسالني على الايه؟ على السي ام اس. فانا ممكن اقول له ريتريف من الدي سي. ريتريف من الدي سي يعمل ايه؟ يا استاذ دي سي سي ام اس فين؟ اقول له عند السيكوال. روح يا سيكوال اديني كوب من السي ام اس لو سمحت. روح سيكوال اديله كوب من السي ام اس، يبدا ينزلها ويبدا يشتغل معاها اوف لاين. عشان كده ركز، معلومة هناخدها قدام خالص. عشان كده لما اجي اعمل انستول للإج سيرفر، لما اجي اعمل انستول للإج سيرفر، الإج ده عبارة عن سيرفر بيكون ورك جروب مش اتاشت على الدومين، ده بيكون ورك جروب. فانا عايز اقول له انستول الإج. كويس خالص. طب الإج يقرا السي ام اس ازاي؟ ما هو برضه عايز يعرف انت عندك كام فرونت اند، وانا كايدج انا موجود فين، والكونفيجريشنز بتاعت ايه، والسيرتيفيكت فين، وشغلي وحاجتي وفلوسي وكده. خلاص. فالكلام ده كله يعرفه ازاي؟ قال لي لازم يقرا السي ام اس. ففي الحاله دي هقول له روح اقرا السي ام اس من الدي سي، هاو كم ده ورك جروب. طب روح اقراها من السيكوال، برضه ورك جروب مش تراستد. ففي الحاله دي هنعمل ايه؟ هنعمل اكسبورت للسي ام اس. هنعملها اكسبورت من هنا ولا من هنا ولا منين؟ لا، هنعمل لها اكسبورت من عند الاف اي، نقول له طلع لي السي ام اس في فايل، فيطلع لي في الفايل اللي احنا قلنا عليه هنا ده اهو، التوبولوجي بتاعت اللينك هيبقى فايل دوت زيب فايل. وبعدين نروح رايحين ده للراجل ده نقول له يا استاذ ايدج اعمل لنا انستول للينك. هيقول لي طيب نريتريف ولا معاك فايل؟ وكلهم هيسالوني طبعا، بس انا في هنا بقول له ريتريف على طول لان هو اتاشد على الدومين. فلو هتلاقي هنا ان هو يريتريف من الدومين هتلاقيها ديسيبلد عندك ديمد. ليه؟ لان هي الراجل ده مش شايف الدومين.
فبالتالي حضرتك هتروح تقول له براوز وتشاور على الداتا فايل اللي انت جايبه من عند اللينك ودمته. هو ده الموضوع. وصلت؟ وصلت؟ يبقى انا اراجع معاك تفهم لي ان كل حاجة لازم تتكتب في توبولوجي الاول، والتوبولوجي ده بيكون انكلودد على البول وانكلودد على الفرونت اند سيرفرز سواء كان واحد او اكتر، انكلودد على الاس كيو ال سيرفر اللي هو الباك اند، انكلودد على الفايل شير سيرفر. لو انت هتضيف بقى حاجات تانية اضافية هنتكلم عليها بعدين، عايز تضيف اي بي جيت واي، عايز تضيف مونيتورينج سيرفر، اركايفينج سيرفر، ايدج سيرفر، عايز تضيف سيرفيسز تانية زي الكاك او الكول ادميشن كنترول، لو عايز تعمل الكلام ده كله هتبدأ تضيف كل الكلام ده في التوبولوجي. طيب لو انا محتاج اعمل اد لاي حاجة تانية، يعني جيت بكرة افتكرت كده ان انا عايز اعمل ايه، عايزين نعمل النهاردة حاجة جديدة في اللينك، عايزين نعمل ايه، عايزين نخلي اللينك يبدأ يتكلم مع الـ مثلا التليفوني سيستم اللي عندي، خلاص، فعايزين نعمله انتجريشن مع مثلا عندنا افايا او عندنا كول مانجر سيسكو. فالكلام ده اي حاجة عايز اعملها اضيف فيتشر او اشيل فيتشر من اللينك لازم اروح اعمل ايه، اضيفها في التوبولوجي، وبعد ما اضيفها في التوبولوجي اعمل لها بابلش. يعني بابلش؟ اروح رايح للدي سي، يا دي سي عايزين نبابلش، يقول لي عن سيكوال، على السيكوال على طول موجود اهو، روح مديني الباث بتاع الاس كيو ال، اروح مبابلش، اعمل ايه، ابديت او اضيف او اشيل او اعمل كذا او اعمل كذا. وبعدين كل الناس دي هتبدا ايه لما تيجي تقرا من هنا، او لما انا اجي ارن الديبلويمنت، خلاص ان انا اعمل انستول لللينك كومبوننت بتاعتي، ابدا انزل الحاجات بتاعه اللينك وبعدين ابدا اشتغل بقرا من الداتابيس دي. خلاص يبقى التوبولوجي بيلدر من الحاجات الاساسيه عندنا في اللاب. طيب احنا هنعمل ايه ببساطه؟ احنا هنعمل توبولوجي فيها ايه؟ اول حاجه بتحددها في التوبولوجي مش شرط الترتيب، ولكن الكومبوننت اللي انت هتحددها، هتحدد السب دومينز. السب دومينز يعني ايه؟ يعني انا عندي اللاب مثلا اسمه، مثلا ثانيه واحده كده، اسمه هاني mc.local. وبعدين ممكن اضيف اديشنال سب دومينز، بمعنى ايه؟ والله انا الناس عندي جوه اسمهم كده، والراجل ده اللي هو الدومين نيم بتاعي، هو الناس هتطلع بره كده؟ لا، اكيد هيطلعوا بدومين اسمه مثلا هاني mc.com، صح. يبقى ده اديشنال سب دومين. طب ممكن اضيف اديشنال سب دومين، سب دومين تاني؟ اكيد طبعا، ممكن اضيف xyz.net وهكذا. ليه؟ عشان الناس يبقى الاكونت بتاعها، لما انا اجي اقول لك اديني اللينك اكونت، او انا عايز اضيف الاكونت بتاعك، اعمل ايه؟ هقول لك والله الاكونت بتاعي هاني at سب دوت دومين. يعني ايه؟ يعني انت الاكونت بتاعك هو اليوزر اكونت بتاعك ات الايه، الدي ان اس سافكس بتاعك هيكون عباره عن السب دومين اللي حضرتك هتضيفه في التوبولوجي. خلاص. زي ايه بالظبط في اكسشينج؟ ها زي الايميل ادرس بوليسي. خلاص. ايه تاني؟ ببدا اضيف البول. يعني ايه البول؟ البول هي سم كايند اوف كولكشن. يعني ايه؟ يعني شويه حاجات مع بعض. يعني ايه برضو؟ يعني انا عندي فرونت اند 1 فرونت اند 2 بول مع بعض. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان حاجات كتير. هتقول لي هم هايلي افيلابل، يعني لو انا عملت سيرفر واحد وبعدين الراجل ده ما عرفش مثلا السيرفر ده وقع، السيرفر التاني هيشتغل معاه؟ هقول لك لا، مش كده، مش بالظبط. يعني هم بول، ان هم التو سيرفرز موجودين في بول واحده. البول واحده ليه؟ عشان ممكن اكون انا مثلا
موجود في سايت كبير وفي عندي النمبر اوف يوزرز اكتر من ان هو يشتغلهم سيرفر واحد فبضيف تو سيرفرز بول واحده خلاص. ولكن في كايند اوف هاي افيلابيلتي، في هاي افيلابيلتي ولكن مش بالبساطه ان انت تنزل التو سيرفرز بول يبداوا يشتغلوا. امال عن طريق ايه؟ عن طريق لود بالانسر او عن طريق حتى ايفن دي ان اس لود بالانس. طيب يبقى ده الراجل ده قلناه من ادرس بوليسي خلاص. نرجع للبول، يبقى البول هحدد فيها ايه؟ البول هحدد فيها اللينك سيرفرز بالتحديد الفرونت اند سيرفرز. يبقى انا هحط هنا اللينك سيرفرز. طيب انا عندي مثلا اف اي 1 وعندي اف اي 2 بالشكل ده. يبقى انا لو انا عندي بول بدي له اسم البول. طيب البول هنا يبقى اسمها وليكن بول دوت دومين دوت مثلا لوكال. الممبرز بتوع البول دي مين؟ هبدا احط له مثلا لينك 1 دوت دومين دوت لوكال، وبعدين لينك 2 دوت دومين دوت. خلي بالك انا بدي اكزامبلز كده خلاص، الكلام ده مش هو اللي احنا هنعمله، انا بدي اكزامبلز عشان تفهم يعني ايه بول، تعرف لي يعني ايه سيب دومين وهكذا. بعد البول هبدا احدد او اكتب البيانات بتاعه السايت بتاعي. يعني مثلا عندي اتش كيو سايت، هتقول لي بيانات السايت دي هي مش السايت دي احنا خدناها في الاكتف دايركتوري؟ اه فعلا. طيب هو السايت ده هو السايت في الاكتف دايركتوري؟ هقول لك لا، مش هو السايت في الاكتف دايركتوري. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل انا سايت كاستمايزد سايت، انا بكتب السايت انفو بتاعي مش لازم هو السايت في الاكتف دايركتوري. يعني انا عندي اليكس سايت، كايرو سايت، تريبل سايت وهكذا، ان انا احط السايتس دي هي تنزل في اللينك. لا، في اللينك ممكن نقدر نحط سايتس بشكل مختلف. يعني ايه؟ يعني احنا نكرييت نيو سايت في اللينك ونبدا نقول ان اللينك سايت ده كذا، ويبدا يشتغل معانا في مثلا عندي مجموعه من اليوزرز او مجموعه من الاكتف دايركتوري سايتس. يعني عندي ثلاثه سايت قريبين من بعض، مثلا واحد مدينه نصر وفي سايت الهرم وفي سايت مثلا اي حاجه اكتوبر مثلا، الثلاثة دول ممكن يكونوا في لينك سايت اسمه مثلا كايرو مثلا، بدي اكزامبل مش اكتر خلاص. فمش شرط يكون نفس السايتس بتوع الدايركتوري، هما نفس السايتس بتاعت اللينك. بعد ما حدد السايتس هيبدأ يقول لي ضيف لي الرولز. يعني ايه الرولز؟ انت حضرتك هتسطب ايه؟ هتسطب اف اي بس، والاف اي باي ديفولت بينزل معاها الفرونت اند، بينزل معاها اي في اللي هي الاوديو فيديو كونفرنسنج، وفي بعض الحاجات اوبشنال زي ايه؟ زي لو عايز تحط جيت واي، لو عايز تعمل حاجه اسمها الكاك كول ادمشن كنترول وبعض الحاجات الثانيه. طيب فانا هبدا اضيف الرولز باي ديفولت، احنا هنسطب فرونت اند يبقى هنستول فرونت اند بس، وبعدين اوريك ازاي نبدا نعدل في التوبولوجي ونبدا نضيف الرولز الثانيه. طيب بعد ما هنتكلم في الرولز، في عندي بعد كده هو بيبدا يسالني هيقول لي هتحط رولز تانية زي الايدج والمون والارك. والله لو قلت له اه هيسالك على البيانات بتاعتها، قلت له لا هيكمل معاك نيكست. فانا مش هقول اه دلوقتي غير لما نوصل للايدج ان شاء الله، وهكذا وهكذا. لو قلت له اه نعم 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 هيبدا يسالك على كل الانفو بتاعت دول، وكل واحده فيهم ليها كونفيجريشنز وحدها مستقله بذاتها، ولكن انا افضل نخلي كل واحده لوحدها. وبعدين في اي وقت حضرتك تقدر تيجي تفتح التوبولوجي خلاص، وبعدين تروح فاتح التوبولوجي بيلدر تعمل امبورت للتوبولوجي بتاعتك او تعملها ريتريف من الداتابيز، وتبدا تعدل عليها، تضيف مثلا ايدج بول او ارك بول او مون بول، تبدا تعدل عليها وبعدين تقول له بابلش، يروح يسمع في باقي الداتابيز. طيب بعد الرولز دي ما هنكتبها او نحط الكونفيجريشنز بتاعتها، هنبدا نيديت بعض السيتنجز. يعني ايه؟ يعني والله هقول له ان انا محتاج اضيف حاجه للادمنستريشن مثلا خلاص، حاجه للادمنستريشن محتاج اضيفها، زائد انه السي ام اس بتاعتي موجودة في السايت الفلاني
عند البول الفلانيه. دي سيتنج انا بعدلها مانيوال على ليفل السايت. بعد ما اعمل الكلام ده يبقى انا كده جاهز ان انا كل الكلام اللي انا عمال ارغي فيه ده ان هو يتعمل له بابلش، يتعمل له بابلش. هيروح رايح على الاي دي يقول له عايزين نبابلش، يقول له الاستاذ سيكوال موجود اهو. يروح رايح عند الاستاذ سيكوال، يروح عامل الداتابيس بتاعته، يروح كاتب كل الحاجات دي، يرجع يدي لحضرتك سكسسفول. خلاص. طبعا اي مشكله في سيتنج، في البرميشن، في شيرت فولدر، في بيانات السيكوال، في بيانات مش عارف ايه كذا كذا كذا، كل الكلام ده هتلاقي حاجات حمراء تظهر معنا. خلاص. طيب يبقى اتمنى يكون الاوفر فيو القوي اللي احنا عملناه ده يكون وصل لحضرتك المفهوم بتاع اللينك توبولوجي بيمشي ازاي وبيروح فين وبيجي منين، وخصوصا خصوصا خصوصا سيمس. لو سمحت سيمس 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 سيمس. خلاص. طيب يا ريت قبل ما تنام تقول سيمس 10 ايام 10 مرات لمده 10 ايام، ان شاء الله ما تنساهاش تاني. طيب هنقول فينيش هنا، وبعدين نسيب القلم ونشرب شويه موسي. وبعدين البتاعة دي نزلت اللي هي الاكتيف دايركتوري ريبليكيشن. هي نزلت؟ لا ما نزلتش. او كم هو اسمه ايه ده اللي نزل؟ الدوت نت. انستول خلي بالك جزئيه التيل نت اللي انا قلت لك عليها ان انت تيل نت من مكان على الـ على الاس كيو ال، طالما بيلسن يبقى شغال وبيأكسبت الترافيك. ليه؟ لان ممكن يكون عندك دي ام زي والداتا بيس سيرفر موجود في دي ام زي، وفي عندك مشكله في الفاير وول، في عندك مشكله في السيكوال نفسه، فمش بيرسبوند الترافيك، ان هو مش بيأكسبت الترافيك اللي هو انيشيتد ليه الاس كيو ال. او لو عندك حد مثلا في دي ام زي والجماعه بتوع الفاير وولز بتوع نتورك قال لك الدي ام زي مقفول فيها كل حاجه، قلت لهم يا جماعه افتحوا لنا السيكوال، ففتحوا السيكوال فمش شغال اصلا، مش عارف مش بيجيب. فطبعا نتيل نت هو افضل وسيله ان احنا نتست البورت ده بيلسن ولا لا. خلاص. طيب نزلت اهي، نفتح اكتيف دايركتوري ريبليكيشن ستاتس تول فيرجن 1. اوكي. طيب هنا بيقول لي في عندي تشيك ريبليكيشن فور ديسيز ان فورست ولا ان سبيسيفيك دومين. لو انا عندي دومينز معينه فانا ممكن اقول له انا عايز الدومين اللي اسمه كذا، او عايز التشايلد مثلا او كذا. فانا طبعا ما ديش الا فورست واحد او دومين واحد، فبالتالي هقول له ريفرش ريبليكيشن ستاتس، هيبدا يشوف لي الدومين بتاعي الفورست ديسكفرنج، وبعدين هيبدا عمل لي ديسكفر زي ما انت شايف رانينج الستاتس تشيك ان تي دي اس كونفيجريشن بارتيشن ديفولت سايت ار الكونفيجريشن اهي لو انت واخد بالك ريبليكيشن ستاتس. طبعا هنا ما عنديش ايرور، ريبليكيشن عندي 100%. طبعا هي متقسمه شويه. خلاص. طبعا طول بسيطه جدا وجميله جدا، تقدر تشوف بيها لو عندك مشكله في الريبليكيشن هيظهر عندك ايرورز هنا تبدا تشوفها، خصوصا لو انت عندك ديسيز بقى وعندك سايتس وعندك اديشنال وعندك مش عارف ايه، والاديشنال كان مطفي بقاله يومين وقصه كبيره. طبعا اتس هايلي ريكومندد ان انت تعمل فولي ريبليكيشن للداتابيز وتسمع عند كل الناس عشان لو في مشاكل يا ريت تلحقها بدري بدري. وبمناسبه الدي سي كان مطفي، معلومه ان حضرتك الدي سي مش ريكومندد باي حال من الاحوال حتى لو هو اديشنال انك تطفيه. ليه؟ لانه لو انت سبته مطفي هتقول لي طب ما البرايمري شغال، هقول لك اوكي ولكن مش انف، يعني اللي هما الاثنين مع بعض في نفس السايت والاديشنال عايز تطفيه اطفيه خلص شغله وبعدين شغله تاني. لكن في ناس بيقول لك اطفيه لسبب ما او طفاء ومش يعني ما حطش في اعتباره انه ممكن يعمله مشكله لانه الدي سي البرايمري شغال، ولكن في الحقيقه بتعمل مشكله طبعا، لان كل ما البرايمري يحاول يريبليكيت مع الاديشنال ما يلاقيش الاديشنال يرد عليه هيبدا يدي لحضرتك في ايرورز ويطلع لك
في اللوج يعني يبقى مليان ايرورز، وخصوصا لو الريبليكيشن بتاعتك اتوقفت لفتره معينه يعني مثلا شهر او شهرين، لو عدت 60 يوم طبعا هتبقى مشكله كبيره جدا، هتضطر ان انت تلف لفه كبيره عشان تبدا ترجع الريبليكيشن دي. هاويفر ان انت تقدر تعمله تاني من الاول، او ان انت تعمل له فورس ريموفال وبعدين تعمل له ريبيلد من الاول، ولكن يعني يفضل انك ما تسيبش الكلام ده للاخر. طيب اكتفي بهذا القدر في الفيديو ده عشان ما نكبرش الفيديو زيادة عن اللازم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني على خير باذن الله تعالى، واتمنى يا رب يكون الفيديو يمكن هو نظري اكتر ولكن مهم جدا 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 جدا، ان شاء الله استفادوا منه كويس جدا. اتمنى لكم التوفيق باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.